عايز اسالك على احمد رمضان بيكهام، رفض انتقاله للزمالك هو قرار فني من حضرتك ولا كان قرار من الاداره؟ شوف يا كابتن، انا فضل. المشكله ان الموضوع ده الحقيقه تداول بشكل غريب واحنا مستغربين في النادي من هذا التداول. الموضوع هو كلام اغلبه السوشيال ميديا. احمد رمضان بيكهام مجدد من شهر واحد للنادي 3 سنين، بالاضافه للسنه اللي احنا فيها دي 4 سنين. هو احمد رمضان بيكهام من اللعيبه اللي هو بيعتز بوجوده في نادي سيراميكا وجزء من الفريق. فانا ما اعرفش ايه اللي خلى الموضوع ينتشر هذا الانتشار، وتصريحات يمين وتصريحات شمال. الموضوع ده كله هو موضوع عباره عن ان في بعض الكلام قيل على انتقال احمد رمضان بيكهام السنه اللي فاتت للنادي الاهلي، واعتذرنا اعتذار جميل للنادي الاهلي لان احنا محتاجينه. نفس الوضع حصل مع الزمالك واعتذرنا اعتذار جميل. لكن ان احمد رمضان بيكهام ضغط على النادي، عشان بالعكس احمد رمضان بيكهام لاعب متميز، وهو عارف ان هو نادي سيراميكا مع كامل احترامي لبيكهام هو اللي وصل احمد رمضان بيكهام للمنتخب وهو اللي قدمه للناس. يعني رغم ان هو كان بيلعب قبل كده كتير يعني، لكن هو في الوقت اللي هو راح فيه منتخب وهو يعني يعتبر بفضل النادي سيراميكا. واحمد رمضان بيكهام عارف كده كويس وبيتعامل من هذا المنطلق يعني. صحيح. فما كانش في اي زي ما بيتقال كده ان احمد رمضان ضاغط عشان يروح الزمالك والكلام ده، الكلام ده مش صحيح. اما الجزء الثاني والاهم، اتفضل يا فندم. احنا الكره المصريه بدون اهلي وزمالك ما تبقاش كره مصريه. لان هم بصراحه قطبي الكره المصريه كما يقال، ودي حقيقه يعني. فبنحترمهم احترام شديد ولزاما علينا ان احنا نحترمهم. لكن في نفس الوقت احنا بالنسبه لنا بنشوف مصلحتنا فين. فلا يعني لا المسؤولين في النادي الاهلي بيزعلوا ولا المسؤولين في النادي الزمالك بيزعلوا لما نعتذر عن ان احنا ما نقدرش نفرط في لاعب مثلا زي احمد رمضان بيكهام او زي بسام او زي. وبالتالي ما اعرفش هي التسخين كله جاي من بعيد عن الانديه، فالانديه عارفه كويس حدودها وعارفه ان انا النهارده ممكن اروح اطلب مثلا على سبيل المثال من نادي الزمالك عبد الله السعيد، هيعتذر بشيك هيقول لك والله احنا محتاجين عبد الله السعيد. وبالتالي انا هقول له شكرا خلاص جزاك الله خير وخلاص الموضوع اتقفل يعني. لكن لو لقيت مثلا ترحيب مبدئي ولا حاجه تبدا تخش بقى في المفاوضات وتفهم. بالظبط، برافو عليك. احنا صحيح. ما دخلناش اصلا في مفاوضات لان الموضوع ولا دخلنا يعني حتى السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي والمسؤولين الحقيقه في الناديين ما عندهمش حتى مراجعه للكلام، بالعكس بمجرد ما بنقول يا جماعه نعتذر لان ما عندناش في المركز ده محتاجين احمد رمضان بيكهام، ما حدش حتى خلاص الموضوع بيتقفل عندهم يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن ايمن رمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك دايما كل التوفيق.